بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شفنا البارشال فيو بشكل مبسط، طبعا لها تفاصيل أخرى هنشوفها بعدين. الآن اللي يهمني إنك فهمت البارشال فيو. في حاجة اسمها سيكشن أو سيكشنز عموما. خلينا نجي هنا لل سوليوشن اكسبلورر. السوليوشن اكسبلورر لو لاحظت هنا، خلينا نروح احنا نستخدم ايش؟ احنا نستخدم اللي هو في الشارد، قاعدين نستخدم تويتر لاي اوت، اللاي اوت البسيطه اللي سويناها، والدليل فيو ابستراكت هنا. لكن خلينا نرجع للاي اوت الاساسيه. اللاي اوت الاساسيه لو شفناها، عفوا، هتلقى فيها اشياء كثيره. خلينا نشوف. طبعا سيب ستايلز دوت ريندر والاشياء هذه حنشوفها، بس اللي يهمني الان هنا، شوف طبعا البارشال خلاص وضحت انه حيجيب لنا بارشال فيو هنا، ثم اللي هي اللوجن بارشال، فهو سوى مثلا اللوجن في بارشال وحده. شوف هنا ايش مكتوب، ريندر سيكشن. هنا ما يهمني ايش موجود، هذا اسم السيكشن. فريندر سيكشن، شايف ريندر بادي، هذا يعوض عنه بالفيو زي ما شرحنا. الان السيكشن هذا اذا وضع، شوف كل صفحه تيجي لللاي اوت حيروح اللاي اوت يجيب البادي ويرسمه، بس يدور على سيكشن بنفس الاسم هذا موجود في الصفحه اللي جايه. يعني لو نبغى نعرض هذه الصفحه الاندكس، اللاي اوت ايش حيسوي؟ اللاي اوت هنا حيجي حيدور الصفحه اللي جاتنا فيها سيكشن بنفس الاسم ذا، اذا فيها جيبه وارسمه في ذا المكان. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ مره ثانيه تعال لي هنا الاندكس، خليني امسح انا البارشال. انا اقدر اجي في المكان هذا، شوف اجي في المكان هذا، في اي مكان اجي اقول at section واعطيه اي اسم. مثلا خليني اقول مثلا demo section، او خليني demo section وافتح الاقواس. السكشن اكتب فيه اي شيء، لا مره كانك تكتب ايه، اكتب كود اتش تي ام ال، اكتب كل بطريقه عاديه كانك في الصفحه، ما كان تغير شيء. خليني اجي اقول هنا انا اتش 1 this is the first section for me، اوكي؟ بس هذا اللي انا ابغاه موجود فيه. لو شغلنا الصفحه هذه، الصفحه هذه السكشن ما ينعرض في هذا المكان، السكشن ينعرض في المكان اللي حددوا اللاي اوت او الصفحه اللي رايح لها. يعني الآن خلينا نسمي هذا السكشن هنا، ناخذ الاسم ذا ونسميه بنفس الاسم، تعال الاندكس خليه هنا، اوكي؟ لاحظ هنا في ترو او ترو فولس ريكوايرد، يعني احيان في سكشن عندك يكون الزامي مع كل صفحه لازم يكون موجود، فتلقاهم يحطون هنا ايش؟ ترو. يعني هذا الريندر سكشن، يعني كل صفحه حتجيك تبغى ترسمها لازم يكون معاها سكشن بنفس الاسم، اوكي؟ بنفس الاسم. لكن لما نحط له فولز، يعني في او مو في ما هو مشكله، اذا في ارسمه واذا ما هو موجود ما هو مشكله. الان هنا صفحه اندكس اعطيناه سكشن، بس لاحظ الصفحه دي لما تنعرض السكشن ذا ما حيرسم هنا. لما اللاي اوت تيجي، لاحظ فين اللاي اوت هذه، لما تيجي ترسم اول شيء يقرا هذا الملف كامل، ويقرا ملف الاندكس يسحب منه السكشن هذا، ويجي هنا للاي اوت ويعوض في المكان هذا بمحتوى السكشن. هذه هي الفكره. طيب تقدر تحط اكثر من سكشن. خلينا نشغل، احنا الان في صفحه تويتر سوينا سكشن جديد، خلينا نقول لوكال هوست تويتر. لاحظ الآن، لاحظ ايش اللي صار؟ This is the first section for me. لاحظ فين الرسم؟ لاحظ فين الرسم؟ الرسم في المكان اللي حددوا اللاي اوت بـ render section، لأنه يوم جات صفحة index كان فيها section مطابق لنفس الاسم، كان فيها صفحة مطابقة لنفس الاسم، كان في section، فلما لقيه قال له أرسمه في المكان هذا. فهذه هي فكرة السكشن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.